ذلك. إخواني الأعزاء، إحنا فيما سبق ذكرنا الإخوة، الآن أنبه عليهم، وهو أنه إحنا عندما نحتاج إلى قاعدة أصولية، باعتبار أنه ما عدنا درس أصول أولا حتى أنه نقول أنه حققنا هذه القضية هناك الآن فعلا، وثانيا أنه شخصيا أنا مو هواي مائل أنه هذا البحث الأصولي كاملا ينفصل عن البحث الفقهي، والبحث الفقهي كاملا ينفصل عن البحث ماذا؟ الأصولي. نعم، إلى حد ما لابد أن يكون له هذا درس وهذا ماذا؟ درس، ولكنه إذا أردنا أن يتمرس، أن يتعلم طالب البحث الخارج على عملية الاستدلال وكيفية الممارسة، ينبغي ذكر القاعدة الأصولية وتطبيقها في مكان واحد حتى يعرف بأن هذه القاعدة. الآن مثلا أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون المولى في مقام هناك، بعد ما يذكروا لك أمثلة هناك يقول القاعدة الأصولية. أما هنا الآن واحدة من أهم تطبيقاتها، وهو أنه ما معنى أن يكون المولى في مقام البيان؟ ولذا نحاول كما فعلنا في الأبحاث السابقة، عندما نأتي إلى قاعدة أصولية أو قاعدة مرتبطة بعملية الاستنباط من قريب، أن نقف عندها ولو إجمالا، حتى هم يكون تذكر للإخوة الأعزاء، وهم يكون تطبيق جيد للقواعد ماذا؟ للقواعد الأصولية. وهذا ما فعلته أنا أيضا في التفسير. في التفسير أنا لم أوافق على المنهج الذي سار عليه ومشى عليه السيد الطبطبائي قدس الله نفسه. السيد الطبطبائي إجا بحث البحث التفسيري، ثم لم يتعرض للبحث الروائي على الإطلاق، ثم جاء وقال بحث ماذا؟ بحث روائي. وعندما يجد يأتي القارئ لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يربط البحث التفسيري بالبحث ماذا؟ بالبحث الروائي، مع أنه هو في كثير من الأحيان عندما يستفيد شيء من الرواية يقول كما استظهرناه من الآية، يعني يريد أن يقول أن هناك انسجام كامل بين الظهور القرآني وبين الظهور ماذا؟ الروائي. ولكن لأنه أحدهما انفصل عن الآخر، هذا التطبيق يتضح أو لا يتضح؟ لا يتضح. ومن هنا تجد أن بعض العوام، ما أريد أقول بعض الجهلة، بعض الجهلة وأقولها، أنه يقولون أن تفسير الميزان تفسير سني لا يعتني بالرواية. سبب شنو؟ سببه أنه ما استطاعوا أن يطبقوا ذاك البعد التفسيري مع البعد ماذا؟ مع البعد الاستظهار القرآني مع الاستظهار الروائي. على أي لحظة أرجع إلى محل كلامي وهذا المنهج. ولذا عندما أقوم بهذا طبيعة الحال واقعا أدعو الإخوة في أبحاثهم الفقهية أو الأصولية، وبالعكس إذا وصل إلى مسألة أصولية في الأصول يحاول أن يطعمها ببعض الأمثلة شنو؟ الفقهية. لا يروح بأنه نذر زيد، لا يروح إلى نذر، أكو مسائل فقهية تطبيق للقواعد ماذا؟ الأصولية، حتى يأنس طريقة الاستدلال. عندما يبحث بحث فقهي فليأتي بالقاعدة الأصولية ماذا؟ من موضعها ويطبق. وإحنا مرارا قلنا لا يوجد مائز علمي فني منهجي بين علم الأصول وبين علم الفقه، هو علم واحد حقيقة في عملية الاستنباط، ولكن هذا العلم الواحد له عناصر مشتركة وله عناصر ماذا؟ مختصة، وهذه العناصر المختصة هي تطبيقات تلك العناصر المشتركة. جيد،